طبيعة الحال كنبيعو ونشريو هنايا هما حال فين هو كنبيعو داكشي نقناضة داكشي بلدي المهم التراث ديال بلدي المغرب. لا والو فهاد الساعة هادي فهاد الساعة هادي كتبقى 10 ايام ما كتبيع حتى بياسة يعني 10 ايام ما كتبيع حتى بياسة يعني ما كاين والو. المشكل طبيعة الحال في الحدود اذا فتحوا لنا الحدود راه ان شاء الله الانسان كنا الحمد لله يعني كنا مروجين. داك السياح كيشريو هادشي المغرب ماشي السياح السياح وحتى وحتى الناس ديال الخارج يعني الناس الجاليه الجاليه هذه الحمله اللي عملوا دابا ديال 100000 شنو بان كاين لا 100000 زائر ما شفنا حتى شي حاجه شفنا غير الناس ماشا مجا هنايا ما كتدخل ما كتشجعك ما والو هادوك كاملين هادوك بغاو يطلعوا بوز على 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 راسنا حنايا وصافي صافي يعني ما كاين والو. الحال طبيعة الحال هما يفتحوا لنا طيار يفتحوا لنا فلونتيرا فهمت هذه هذا هو الحل بالنسبه لي. نظرك شنو تقدر توجه للمسؤولين المسؤولين على قطاع السياحه؟ نعم المسؤولين على قطاع السياحه شنو توجه لهم؟ كنوجه لهم مع الرساله في اقرب وقت خصهم يفتحوا لنا ولا يجبروا لنا شي حال ولا يجبروا لنا شي حال ولا يعفيونا من الضرائب يعني اي حاجه يعني يعملوا معنا شي حال فهمتي ضروري خصهم يعملوا معنا شي حال حيت هذا الشيء هذا ما كي ما كيبشرش بشي بالخير هذا ما كيبشرش بالخير هادشي هذا اللي كنشوف. مرحبا مرحبا انا خوت السلام عليكم جميعا حيت حنا هنا في طنجة كنعانيو اللي كيبيع متجول ولا كيبيع الحوانات جميع خاصني كنعانيو هنايا خاصني يحلوا لنا الحدود يديروا لنا شي حل حيت الناس راه دابا طالعه في 3 سنين كنخلصوا الكرا غير من الجيب ديالنا والسلعه طلعوا علينا غلاو علينا السلعه وكل شيء انا من اكاجون خاصني جات كورونا زادونا في الثمن اي حاجه زادوا فيه الثمن انا دابا شهر ونص ما خرجت على حساب السلعه غاليه ما باش غتخدم كاين الناس كيعانوا كاين الناس كيدوز في الشارع كيصور بوبري الله احسن عاون الناس كيعانوا لا لا الرواج ما كاينش الخوف هاد الساعه الرواج ما كاينش ناعس كاع قبل حتى قبل ما كاينش ما كاينش قبل كورونا كان كان رواج حلوا لنا الحدود حنا كنخدمين مع السياح مع الاجانب العالم خاصه طنجه معروفه بالسياح عالميه اخ نوش هسه كيتدخل في هذا الشيء الدراوش الشعب راه كيعاني اخ نوش الوزاره هسه كيتدخلوا في هذا الشيء حنا كنعانوا هنا في طنجه ماشي في طنجه المغرب كامل برمطير والسلام عليكم وكان ايدكم شباب الواعي الله يكبر بكم الخير. السلام عليكم معكم خالد العمراني دابا انا احتاجر في سوق برا هنايا كنبيعو الثقل العربي قنادر هادشي تصوفتي عربي المهم حنا معروفين في السوق هنايا وميساج لي شنو بان لك في هذا السبت والحد اللي قالوا ان غيكون مثلا ما يقارب 100000 زائر المدينه العتيقه والسبت والحد ما كاين والو والله ما كاينه شي حاجه الدنيا هنا كتعرف الدنيا عامره البشر وتا ما كاين والو هما كيبداو يروحوا في قهاوي عامرين غير قهاوي اللي عامرين صبحو هنايا ماشي حاجه اخرى جاو يدورو صافي تارا ويتصورو وهادشي كامل عجبو هاد الناس هادو باش يشوفو هاديك المدينه اللي تكسفو عليها ماشي جاوهم على حساب المحلات ولا على حساب شي حاجه. اولا طنجه غنيه على التعريف ديالها طنجه راه معروفه تاريخيا في اي كتاب معروفه طنجه ماشي غنيه على التعريف ديالهم اللي خصهم يعرفوها بها هي. والحل النظريه الترويج هي فتحوا لنا بحوره فتحوا لنا الطيار فتحوا لنا الترونه فتحوا لنا الكيران هذا هو الحل اللي كاين دابا اما شي حاجه اخرى ما كاين والو. انت كبائع ضريتي في هذه الفتره هذه؟ والضارين ايه والله وندم على الصاير فهمتي كيفاش؟ كحنايا خدامين مع الناس هنايا عندك باترون خصو يخلصك خصو يخلص الكرا خصو يخلص هذا خصو يخلص هذا الله يكون في العون. وحنا خدامين الباترون ما يشوف هذا الشيء ما خرجوش اش نعمل يقدر يشد داك الشيء. شنو تقدر تقول؟ المسؤوليه بغيت نقول لهم اخاي شوفوا لنا شي حل مزيان اما الحل هذا ماشي حل الحل الحقيقي هما تعاونوا مع الشعب ديالهم ويفتحوا لنا بوابار يفتحوا لنا الحدود يفتحوا لنا كل شيء اخي نخدموا على راسنا. وما شافوا من وجهه نظر اخرى انهم اذا جابوا الناس مثلا غير السبت والحد وراه ذاك الناس غيتعرفوا على المدينه اكثر وغيبقاو يجوا يوميا. ومدينه غنيه على التعريف ديالها كما قلت طنجه معروفه ما عندهم ما يعرفوها راه معروفه تاريخيا اللي بغى يزور يجي هو محب ليه لا يجي ماشي يجي تاقالوا له يهود عادي يهود خصو يجي يشري ويدور يشوف ماشي تاقالوا له واحد النهار واحد يومين في السيمانه ولا في الشهر ولا في العام يجي عاد هاود
هادشي ماشي حال هادشي هذا. الحل الحقيقي هي يشوفوا الشعب ديالهم اما يحيدوا الضرائب، يفتحوا الناس فروتيرات يدخلوا عاود بوا باري يدخلوا عاود الناس الخارج عاود الناس المدينه كيخدموا مع الناس الخارج هنا اللي كيكذب عليك هنايا، حنا كنخدموا مع الناس الخارج هما اللي كيشريو معنا حنا. وبراني انت كتعرف التوريست كيكونوا هنايا جروب ضد النصارى كنخدموا معاهم تبارك الله، زعما بنادم ما ينكرش الخير ضد الله زعما تبارك الله كنخدموا مع الناس الخارجة. الله يا خي تبارك الله عليك وتحياتي وتابعونا وعدنا عرفنا شنو العوب يعني هاد الناس هادو اللي مشاو يعني ياكلوا مع الدراوش يعني الدراوش صاوا مسكين. اشترك الان في قناه اشواق يا خي يا وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك يا شنو هادشي بدا كيتفسخ التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.